مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف. حقا انا كنعتبرها هدية لكل متتبعي القناة دي دو سامودي اينما كانوا. اذا الحلقة ديال هذا النهار وهي فوائد الملح في تربية الارانب. يعني شحال من واحد غادي يسولني واش ممكن ان الملح يكون عنده يعني فوائد للأرانب. أنا هذه الحلقة غادي نقدمها في حقيقة يعني هذه الفوائد هي في حقيقة غير مباشرة أو فوائد عكسية. يعني ماشي أنا غادي نقول لكم يعني أعطيوا الملح للأرانب وغادي مثلا غادي يسمنوا ولا غادي تكون واحد يعني واحد النتيجة، وإنما تعاملوا مع الأمور بذكاء و بواحد يعني بواحد الذكاء. احنا كنهضروا على الذكاء. اذا اول حاجه وهو الملح، ملي غادي نعطيو الارانب ديالنا اسمو غادي يوقع لهم. الارانب ديالنا الاغلبيه ديالهم كي ما كيبقاوش يشربوا الماء. حنايا اسمو كنديروا لهم كنديروا واحد العمليه ديال التعطيش، يعني كنعطشوهم. يعني ممكن ان شحال من واحد يعني مربي ارانب عاد بادي مثلا مبتدئ او يعني محترف غادي يفهم هذه الهضره اللي كنقول. بالنسبه للارانب اللي كتكون يلاه ولدت يعني الامهات اللي الله ولدوا، اشنو كيوقع انهم ما كيمشيوش يبقاو يشربوا الماء، وهذا عدم الشرب ديال الماء سمو كيوقع لهم انهم كيضروا هذوك الخلفات الجداد. علاش؟ لان ولو كان نقولوا العدد ديال الحلمات ديال الام قد العدد الصغار، ولكن الحليب ما كاينش في ذوك الحلمات. يعني تخيلوا معايا ان ام ما فيهاش يعني الحليب، والمربي داير المجهود ديالو وداير السيكالين ديالو مسائل وصارف فلوس ديال بصح، ولكن في الاخر كيتفاجئ بالنتيجه ان هذوك الصغار ما كيكبروش دغيا اولا، ويعني المشروع كيبقى كيتدمر شويه بشويه. علاش؟ لان ما فهمش اشنو هو الحليب في الجسم ديال الام. الحليب في الجسم ديال الام هو بمثابه انتيبيوتيك اولا، بمثابه تسمين، بمثابه يعني الحياه ديال هذاك الصغير. كيتفاجئ ان كيبقى يموتوا له هذوك الخلفات الصغيرين يلاه باقي فيهم واحد شويه يعني الحيمات، كيبقى يتفاجئ ان كل نهار كيموت واحد. علاش؟ لان هذاك الحليب يعني ما غير كافي لهذوك الصغار. ممكن ان واحد مثلا نقول واحد الخلفه فيها 10 مثلا كيسلكوا منها مثلا النص وكيبقى النص، او كيسلكوا منها 4 وكيبقاو 6، هو ما فاهمش علاش. هاد الطريقه هذه راها مجربه وجد مجربه، وهي الملح الطريقه ديال الاستعمال. ماشي غادي نمشيو وغادي نكبو مثلا واحد ملعقه كبيره ونكبوها مثلا في نص كيلو ديال السكاليم ولا كيلو مثلا ديال السكاليم، لا. ممكن ان يعني المقادير هي كالتالي: ممكن انكم تحطوا نصف ملعقه في كيلو ديال السكاليم او ربع ملعقه، كاع ماشي مشكل. هي خاص الارنب غير يذوق هذاك يعني داك الملح، وكونوا متاكدين غادي غير يذوقوا مباشره كيمشي لمن كيمشي لهذوك الاكل اللي انت حاطه له، كيذوق منه هذاك الملح وكيمشي الماء مباشره. الا مشى الماء مباشره كيولي اولا كيشرب الماء مزيان. تخيلوا غير في الصيف معنا يعني الارنب ما كيشربش الماء. حنا دابا في الفتره ديال الصيف راه ممكن انكم هاد الطريقه ديال الملح يعني غادي يعني داك الميزان ديال الماء اللي ما كيشربوش، يعني ديك المعادله غادي تلقاو نتوما النتيجه ديال ديك المعادله، انكم يعني بغيتوهم يشربوا الماء. الناس اللي عندهم خلفات في الحراره هذه، راه الارانب الماء كيوليو انت كتمنى انهم يشربوا الماء. علاش؟ لان الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ضروري انهم يشربوا الماء. بالاضافه ان هذا الملح ماشي غير قضيه تعطيش،
وانما هو كذلك فاتح للشهيه. كنا متاكدين ان الناس اللي عندهم ارانب فيهم ديك التسلسل، يعني عندهم الظهر ديالهم صافي متسلسل وفقدوا الشهيه، ما كاينش الحل ديالهم، يعني كيبقاو كيشوفوا فيهم حتى كيموتوا قدام العينين ديالهم. كاينه هذه الطريقه، هذه دير لهم واحد شويه ديال الملح في الماء، عفوا مع الماكله، اسمو غادي يوقع ملي غادي يذوقوا هذاك الملح، الجسم ديالهم كيكون مرتبك، ما كيكونش فيه يعني كاين 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 واحد الخطا. الملح اسمو كيدير كيفيقهم، كيفيق لهم ديك الغريزه ديال 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 الاكل ديالهم، كتبدل عليهم الجو ديال الماكله، يعني ايا كان، يعني فصا ولا نخاله ولا ممكن حتى الذره كاع، ياك الذره الطعم ديالو حلو وانتوما كتعطيهم الذره، ملي كتعطيو معاهم شويه ديال الملح يعني التذوق ديالهم كيتبدل عليهم، وممكن انهم يسترجعوا القوه ديالهم غير من ديك القريصه ديال الملح. ناهيك على المرضعات، هذوك المرضعات ضروري الملح، لان المرضعه يعني حنا ما نهضروش على المرضعه، ولكن نهضروا على يعني الارنب، الارنبه اللي يلاه ولد، من لابد ما كطيح شويه في الوزن، ملي كطيح في الوزن كتلقاها يا اما بقى مهتمه بالصغار ديالها ونايضه انها ترضعهم ويعني خدامه معاهم مزيان، وكاينه الام اللي كتسمح في الصغار ديالها. علاش؟ ان كتكون ضعيفه مع داك الشيء ديال يعني الولاده، وكتكون الدم وكيكون داك الحراره ديال الجسم ديالها كتكون يعني مرتفعه، وكتكون هي مسكينه بحال نقولوا فقدت من الوزن ديالها، يعني خصها واحد الطريقه ديال التعامل، خصها كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش ممكن ان نديروا لها واحد معلقه ديال العسل، عسل عادي ماشي بالضروري يكون انه غالي، عسل عادي، وممكن غير سكره كاع ديرها لها مع الماء وتخليها تشرب من هذاك الماء يعني تبدل عليها المذاق. حنا التعطيش او اضافه بعض يعني الحلاوه في الماء، هي كل شيء هذا الشيء عباره على تبديل في المذاق ديال 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 الاكل. ملي كيتبدل لهم المذاق ديال الاكل الجسم كينتعش، كيكون خاصو واحد الماده كتعطيوها لهم وكتساعدهم انهم ينوضوا يبدلوا الحيويه ديالهم، كتبدل والنشاط وكيوليو كانك عطيتيهم فيتامين. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تتعاملوا مع هاد الارانب وهاد الموضوعات ديال التربيه ديال الارانب، حاولوا تتعاملوا معها بذكاء، يعني انتم غتعطيو الملح، ولكن غادي ماشي غادي انهم يديروا لهم بزاف ديال الكميات، وغادي هما غادي طرا فيهم شي حاجه ولا لا. تعاملوا بذكاء، اسمه هو الذكاء، هو انكم تخليو الارانب ديالكم يعطشوا، تعطيش هي عمليه تعطيش، ببساطه عمليه تعطيش. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه وراه كنعتبرها هديه لكل المتتبعين دي دو سامودي. كنشكركم على التعاليق ديالكم، ما تنساوناش بزير الجيم، ضروري انكم ديروا جيم للقناه باش يعني القناه تستمر، وممكن اننا نبقى نصيفط لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.